ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقتشي اجتماعا لعدد من رؤساء ونواب هيئات وزارة الدفاع والمتواجدين في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية في ظل التطورات الجارية. واطلع وزير الدفاع من القادة على سير العمل الإداري في الهيئات والدوائر وتقييم مستوى الإنجاز للمرحلة الأولى من خطة العام التدريبي والقتالي والمعنوي 2022، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير الأداء بما يسهم في خدمة المقاتلين وتوفير احتياجاتهم في مختلف القوى والقطاعات العسكرية.